في رحلة إدمان المخدرات السوداء قد تختلف البدايات وتتنوع الطرق التي يبدأ بها المدمن طريق التعاطي، لكن المؤكد أن نهاية الإدمان دائما واحدة: دمار كامل لحياة المدمن ووصمة عار تلاحقه في كل مكان. خسرت كل حاجة، يعني طلقت مراتي، عيالي بعدوا عني، أهلي بقوا خلاص فاقدين الثقة فيا، بقت الناس تبص لي بنظرة تانية، نظرة بني آدم حرامي، بني آدم مش نضيف. ابتدى أهلي يشوفوا فيا اللي أنا مفيش أمل فيا للتغيير، خلاص أنت بقيت كده مش هتتغير. ابتدى حياتي كلها تتدهور في كل شيء، في الشغل بقى، في اجتماعاتي. ابتديت أبقى في وحدة تامة، مبقتش أحب أقعد مع الناس، مبقتش أحب أقعد مع أهلي، أخش أوضتي ماليش دعوة حتى بأهلي. ابتديت أبعد عن صحابي واحدة واحدة. نظرتي للمدمن اللي هو بني آدم سلبي وبني آدم وحش، يعني ممكن يبيع صاحبه في أي وقت، وممكن لو صاحبه معاه فلوس كتيرة وهو معهوش فلوس عشان خاطر الإدمان ممكن يسرق صاحبه. هذا العار الذي يوصم به المدمن وتمتلئ به عيون الناس في كل مكان يتواجد فيه يتضاعف كثيرا إذا كان هذا المدمن فتاة. هو طبعا النظرة الاتنين سيئة، بس طبعا لما بتبقى البنت بتبقى النظرة ليها طبعا أسوأ. يعني النظرة لا مش بتبقى ليها لوحدها، النظرة بتبقى لعيلتها كلها، ان هي اولا من الاول مفيش تربية كويسة، و يعني وثانيا سوري يعني البيئة اللي انا فيها بتبقى مش تمام. لو معاها ام كويس واب كويس وهم يعني محتويين البيت عمرها ما تبقى مدمنة. لو انا خاطب واحدة وعرفت ان هي مدمنة لا هحاول ان انا ابعدها عنها، لو هي ما عندهاش يعني استوعاب ان هي تبعد عنها لا طبعا لازم اسيبها. ده دليل ان في استهتار في البيت وفي التربيه وفي كل ده. ده انا هخلي بنتي تقطعها، ولو ما قطعتهاش هنقطع رقبه بنتي. العار والفضيحه اللي الناس كلها شايفه ان الادمان مرتبط بيها، ده انا عندي مدمن، ده احنا في بيتنا مدمن، دي مصيبه وده عار. الحقيقه نظره ومفهوم اخرنا سنين طويله جدا جدا. المدمن شخص مريض يحتاج إلى علاج، زيه زي الرجل اللي عنده مشاكل في النوم، زيه زي الرجل اللي عنده فصام، زيه زي الرجل اللي عنده ذهان. كلها أمراض نفسية مرتبطة بـ 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 بالنفس. البني آدم عبارة عن جزئين، نفس وجسد. مش عيب أبداً أن البني آدم يكون مريض جسدياً فيروح يعمل عملية في القلب، يعمل عملية في الكلى، يعمل عملية في أي مكان في جسده، لكن مفهوم الناس أنه عيب قوي أنه يروح يتعالج من مشاكل نفسية، مع أن الحقيقة أن الجسد بلا نفس هو جسد بلا معنى. الحقيقة أن النفس ليها علاج، والإدمان هي قضية نفسية، لكن نظرة الناس اللي احنا شفناها في التقرير واللي احنا بنشوفها دايما بتوصل ان المدمن شخص مجرم، شخص لا يصلح علاجه، وده كلام غير حقيقي. احنا نقدر نثبت ده، نقدر نجيب مش اقل من 10,000 مدمن متعافي النهاردة موجودين مارسين حياتهم الطبيعية بشكل انت نفسك لو شفته في الشارع او شفته معاك في شغلك مش هتعرفه، ومش هتعرف ان هو عنده تاريخ مع الادمان. دي نظرة المجتمع، لكن هل دي الحقيقة؟ لا، هي دي مش الحقيقة. ولذلك احنا لازم نبقى عارفين ان المدمن ده شخص مريض، احنا محتاجين نقدم له ايد المساعدة ونوصله للمكان الصح ونعالجه بالطريق الصح علشان يبقى راجل منتج، عايش، اب الأسرة، ام الأسرة، راجل يقدر يمارس حياته بل يقدر يساعد اخرين.